هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله، حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، والذي نستضيف فيه مثل هذا اليوم ومثل هذه الساعة صاحب الفضيلة الشيخ سامي ابن مصطفى السعدي، حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وفي عمره ونفع الله به الإسلام والمسلمين. وقبل أن نبدأ مع صاحب الفضيلة، نذكر بأرقام الهواتف والتي تأتيكم أسفل الشاشة تبعا إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي: 021-33-47-401، رقم الثاني 021-33-47-402، ورقم الأخير 021-33-47-403. كما يمكنكم متابعتنا عبر أرقام الفايبر، وهي كالتالي: 094-466-56-80، والرقم الأخير 094-466-56-81. إذا نرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ سامي ابن مصطفى السعدي، حياكم الله شيخنا. اهلا وسهلا شيخ عبد الباسط، مرحبا بكم. حيا الله المشاهدين والمتابعين، اسال الله يحفظكم شيخنا. شيخنا، بعد انتهينا من نهايه سوره الحشر، المثل اللي موجود في نهايه سوره الحشر: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر. واليوم شيخنا في سوره الجمعه، كما قال الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما معنى هذا المثل؟ وهل هذا المقصود به الذين يحملوا التوراة فقط، ولا المقصود به كل من يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يعمل به؟ شيخنا تفضل التوضيح والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وفضل به على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وأنصاره ومحبيه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المثل الذي صدر الله سبحانه وتعالى به الآيات من سورة الجمعة متعلق بأول السورة أيضا، وكما هي العادة نذكر إن كان هناك ارتباط بين هذا المثل وبين السياق، كما يقال بين السباق واللحاق، ما سبقه وما يتلوه ما يأتي بعده، وغالبا يكون هناك ارتباط يعني، وحكمة الله سبحانه وتعالى في هذا التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله سبحانه وتعالى بدأ السورة بتسبيحه وتنزيهه وتقديسه، ثم ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ممتنا بها على المسلمين، فقال: هو الذي بعث في الأميين. وتهمنا الآن هذه الصفة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها العرب الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، والذين اتبعوه ابتداء. قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وأيضا نضع تحتها خط: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني الذين يأتون بعد الصحابة لا يلحقون بالصحابة في الفضل، يعني وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه كما تفضل عليكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تفضل عليكم أيها الأميون الذين لا تقرؤون ولا تكتبون،
فقد تفضل على أناس من قبلكم ولم يكونوا أميين مثلكم، صاروا أهل كتاب كتبة وقراء وعندهم معارف كثيرة ومعلومات كثيرة، هل أغنت عنهم شيئا؟ لم تغني عنهم شيئا. وكان اليهود والنصارى أهل الكتاب عموما كانوا يشمخون بأنوفهم على العرب الأميين ويعتبرون أنفسهم علماء أمامهم، ففضحهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أو بهذا المثل، يعني أنتم علماء عارفون بكثير من المعلومات، نعم، لكن هل أغنت عنكم شيئا؟ لم تغني عنكم شيئا. الأميون بين قوسين كما يقال، الأميون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منكم، لأن الله سبحانه وتعالى آتاهم من فضله وبعث إليهم رسولا فآمنوا وصدقوا وقاموا بما وجب عليهم، لكن أنتم أوتيتم فضلا وعلما، فضلكم الله على عالمي أهل زمانكم على من كان في وقتكم، أنتم أفضل منهم بهذه الرسالة وبرسالة موسى الذي اصطفاه الله برسالته وبكلامه وبالمسيح ابن مريم عليه السلام، لكن ماذا فعلتم؟ ضيعتم هذا الفضل. فلا تفتخروا على الأميين، الأميون أفضل منكم لأنهم زكاهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، رباهم وأدبهم وعلمهم فجمعوا بين العلم والعمل فهم أفضل منكم. ولهذا قال بعض أهل العلم، يعني الله سبحانه وتعالى فضح اليهود في هذه السورة في ثلاث أشياء، زعموا أنهم أولياء من دون أولياء لله من دون الناس، فتحداهم الله سبحانه وتعالى وقال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، مباهلة، يعني إن كنتم أولياء، فالولي يتمنى لقاء وليه وحبيبه، تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، لا إله إلا الله. هذه واحدة. الثانية أنهم كانوا يفتخرون كما ذكرنا قبل قليل بأنهم أهل كتاب وأنهم أفضل من القوسين الأميين أو الجهلة الذين ليس عندهم علوم ولا معارف، فذكر الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء الذين لم يقرأوا ولم يكتبوا لكن آمنوا فعلموا وعملوا. العبرة بالإيمان والاتباع، والاتباع والعمل بالعلم، والعمل. العمل بالعلم، نعم. لكن أنتم علمتم والله سبحانه وتعالى كلفكم بأمور كما سنذكر في المثل، كلفكم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كلفكم ببلاغ تبليغ أقوامكم بما أوحى الله إلى أنبيائكم بالبشارة بهذا النبي الأمي، كتمتم ذلك حسدا وجحودا من عند أنفسكم، فما يفيدكم العلم كما لا يفيد كما لا تفيد الكتب. لم نذكر الخصلة الثالثة، افتخروا بيوم السبت بأن الله شرع لهم يوما في الأسبوع معظما مقدسا فيه أفضال ومزايا لبني إسرائيل وهو يوم السبت، وأن المسلمين ليس عندهم مثله فشرع الله الجمعة للمسلمين، سبحان الله، كما يعني كما جاء في الأحاديث وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود تحسدنا على أشياء منها يوم الجمعة لما يرون من اجتماع المسلمين وذلك المظهر الذي يؤثر في النفوس التي ما زال فيها شيء من المسلمين. وذلك هم يا شيخنا الآن هم سيصرفون بالحاشة إبراهيم بالديانة إبراهيمية صلاة الخميس، الإمارات تدعو دعت إليها، يعني بيصرفوا الناس عن يوم الجمعة، وجعل الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة قبل السبت والأحد، سبحانك رب، نعم. هم جعلوا الخميس قصدا يعني، فهم لنا فيه تبع، يعني أهل الكتابين اليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد يعني الأحد، وفضائل يوم الجمعة يعني معروفة وكثيرة يعني على المسلمين، فكان اليهود يحسدون المسلمين على اجتماعهم في يوم الجمعة وإقامة هذه الشعيرة والملائكة تنزل ويستمعون الذكر ويكتبون الأول فالأول والمبكر، فضائل عظيمة جدا. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم في هذه الأشياء في هذه السورة، يعني في آخر السورة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا فيه تعريض باليهود الذين افتخروا بالسبت وزعموا أنه ليس للمسلمين شعيرة كيوم السبت، فالله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة عليهم بيوم الجمعة، ولهذا ذكر الجمعة ذكر يوم الجمعة ووجوب السعي إلى الصلاة يوم الجمعة واستماع الخطبة في هذه السورة. طيب نأتي الآن للمثل، عرفنا الآن ارتباط المثل بالسياق، يعني أنتم لستم كالأميين الذين تفتخرون عليهم وتحتقرونهم
أولئك علموا وزكوا، يعني نالوا العلم والعمل التزكية. والله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم ويتلو عليهم آياته ويزكيهم، لكن أنتم لم تزكوا، لم تنالوا التزكية، لم تنالوا الأدب والعلم والعمل بالعلم. ولهذا ضرب الله لهم مثلا قبيح الصورة، يعني بئس مثل القوم الذين كذبوا، شبههم بالحمار الذي يحمل على ظهره كتبا ضخمة. الأسفار جمع سفر وهو الكتاب الكبير. ولماذا سمي سفرا؟ لأن الإسفار يعني مادة سفر، هي من الوضوح والانكشاف. ولهذا يسمى السفر سفرا، لأن قالوا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني لا تعرف الرجل حق المعرفة إلا كما قال سيدنا عمر، إذا سافرت معه تنكشف لك أخلاقه. لكن في الحضر وفي الإقامة تراه ساعة من النهار يتزين لك، يخفي عيوبه ويظهر لك محاسنه، لكن في السفر ستبقى معه اليوم والليل، يعني أناء الليل وطرف النهار، لحظة الغضب، لحظة الرضا، لحظة الجوع، لحظة التعب، تتوالى عليه الحالات، فلا يستطيع أن يخفي أخلاقه. ولهذا السفر يسفر، يوضح، يكشف عن أخلاق الرجال. سمي السفر وهو الكتاب الكبير، سمي سفرا لأنه يوضح العلوم والمعارف، يوضح الأشياء يعني. فهؤلاء اليهود الذين آتاهم الله التوراة لكنهم لم يعملوا بها، وشبه التكليف بالعمل بالتحميل، مثل، وهذه استعارة، يعني استعارة لطيفة جدا، يعني مثل الذين حملوا أي كلفوا أن يعملوا بالتوراة ثم لم يحملوها ثم لم يعملوا بها، وهذا حال اليهود ومن يتشبه بهم ومن يقع في التشبه بهم في هذه الخصلة من المسلمين. مثل الذين حملوا التوراة كلفوا أن يعملوا بها ثم لم يحملوها ثم لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار، أرأيت الحمار إذا وضع على ظهره يعني غرائر الكتب، أكياس الكتب الضخمة، هل تفيده شيئا؟ أبدا لا تفيده شيئا. وهو تشبيه، استعارة هي في الحقيقة، تشبيه يعني تشبيه رائع وواضح يعني وقبيح لهم يعني. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. آتاكم الله التوراة وكلفكم بأن تبلغوها للناس لأقوامكم وتخبروهم بالحق وتخبروهم بأن صفة النبي الذي سيبعث في جزيرة العرب صفته كذا وصفته كذا، وهي تنطبق على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه. كتموا ذلك حسدا ومن عند أنفسهم وبغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وقد ذكرنا هذا في الأسبوع الماضي أيضا. نعم. فهذا يعني هذا المثل وما يتعلق به. أيضا من الناحية اللغوية كمثل الحمار يحمل أسفارا، جملة يحمل أسفارا يعني يصح أن تكون حالا إعرابها، يعني محلها من الإعراب هي حال، ويصح أن تكون نعتا بمعنى صفة. وأهل النحو وطلابه والباحثون فيه ودارسوه يعرفون القاعدة التي تقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. طيب الآن الحمار معرفة في الصورة، معرفة لأن فيه ال، ينبغي طبقا لهذه القاعدة أن تكون الجملة بعد كلمة الحمار في محل الحال، لأنها جاءت بعد معرفة. نعم. لو جاءت بعد نكرة تكون صفة، صفة. نعم. في الغالب. نعم. لكن قال أهل التفسير هنا الحمار وإن كان معرفة في الشكل بأل لكنه يعني في موقع النكرة، لأنه لا يقصد به حمار بعينه، يعني هو جنس الحمار يعني، فهو شبيه بالنكرة، ولهذا صح أن نعرب الجملة نقول هي في محل النعت، كما لو كان كمثل حمار يحمل أسفارا يعني بنفس المعنى. فأل هنا وإن كانت معرفة في الصورة لكنها يعني في محل النكرة. نعم. ولكن إذا كان يعني يعني إذا كان نكرة لا يصح في الغالب في لغة العرب أن يكون ما بعد أن يكون ما بعده حالا. لماذا؟ لأن الصاحب يسمى صاحب الحال، عندما نقول جاء الرجل راكضا، الرجل معرفة، ولهذا يأتي بعده
الحال راكضا. لكن لو قلنا جاء رجل في غالب كلام العرب إلا في حالات محددة معينة نقول جاء رجل راكض يكون نعت، أما جاء رجل راكضا هذا خلاف الكثير في لغة، لا نقول خطأ لكنه قليل في الاستعمال. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى وراءه رجال قياما، قياما حال منصوبة جاءت بعد نكرة، يعني صاحب الحال نكرة، هذا قليل صحيح ليس خطأ ولكنه قليل. هذه يعني فائدة من فائدة لغوية. على ذكر نعم. سؤالك في المقدمة شيخ عبد الباسط أو تعليقك نعم. المقدمة نعم. هل هذا المثل يعني يختص باليهود نعم. أو هو لكل من أوتي العلم ولمن يعمل به حتى من هذه الأمة؟ طبعا هو لكل من أوتي علما ولم يعمل به، نسأل الله السلامة والعافية نعم. من هذا المثل يعني. ولهذا أذكر شيخنا الشيخ عبد اللطيف زمان لما كان يفسر سورة المطففين نعم. ويل للمطففين، وذكر أن أهل التفسير ذكروا بعض أسباب النزول، وأن اليهود في المدينة المنورة كانوا يعني اشتهروا بالتطفيف الكيل والميزان، أو هو لم يذكر هذا، بدأ في تفسير الآيات من الناحية اللغوية كعادته، ثم قبل أن يأتي إلى النقطة هذه قال أحد الحضور قال لي يا شيخ هذه نزلت في اليهود وإلا لا، فالشيخ علق تعليقا له معنى، قال له حتى يهود المسلمين ما عندك ما تقول فيهم يعني. نعم، لأن كما قال حذيفة لما قالوا له في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، هذه في اليهود والنصارى، قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة، كلا والله لتتبعن سننهم حذو الشراك بالشراك. وهذا أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، وفي رواية قال ومن الناس إلا أولئك. ولهذا كل وهذا نذكره كثيرا في القرآن كامل شيخ يعني. نعم نعم، وهذا نذكره كثيرا نحن وذكرناه مرارا من قبل نعم. وهو مهم جدا للانتفاع بالكتاب، للانتفاع بكتاب الله نعم. لكن أنت لما تقرأ عن بني إسرائيل وفي نفسك أن هذا في اليهود، لكن الحمد لله أنا مسلم، تتبرك فقط بالقرآن وخلاص. نعم تتبرك يعني فقط يعني. لا، هذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه الأمة سيقع طوائف منها وأناس منها وعلماء منها وعباد منها سيقعون في مشابهة إما اليهود وإما النصارى إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. ولهذا ابن تيمية رحمة الله عليه ألف كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، معنى العنوان أن الصراط المستقيم واتباع الصراط المستقيم يقتضي منك أيها المكلف، يطلب منك أيها المكلف أن تخالف أصحاب الجحيم. يعني إذا كنت تريد أن تكون من أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم كما جاء في سورة الفاتحة، فلا بد لك ولا مناص لك إلا أن تخالف طريق اليهود وطريق النصارى، المغضوب عليهم النصارى نعم. ومن وقع في مشابهتهم والضالون آسف المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم والضالون هم النصارى ومن شابههم. وقد ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عدي بن حاتم من طرق كثيرة، أن إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، هذا ليس حصرا، ذكر أن اليهود مغضوب عليهم، كل من تشبه بهم إما تشبها كليا كأن انتقل إلى دينهم والعياذ بالله، أو والاهم نوعا من الموالاة التي تخرج من الإسلام، لأن هناك الموالاة شعب، موالاة الكفار شعب، فيها ما يخرج من الدين بالجملة بالكلية والعياذ بالله، وفيها من يكون ما يكون كبيرة من الكبائر معصية ولا يخرج، كما فعل حاطب رضي الله عنه، يعني خاطبه الله سبحانه وتعالى لأنه هو سبب نزول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فحاطب مؤمن ومن أهل بدر، لكنه يعني وقع في هذا الأمر وغفر الله له بسبب شهوده بدر. بدرا نعم. فالمقصد يعني أن هذه الآية
تعنينا نحن أمة الإسلام. أنت أيها العالم، أيها الداعية، عندما تقف على المنبر أو عندما تدرس أو عندما تظهر كما نظهر الآن نحن ونخاطبكم بقال الله وقال الرسول وبالعلم، يا ويلنا إن لم نعمل نحن بعلمنا. يعني فهذه الآية يعني مرهبة، فيها ترهيب لكل من يحمل شيئا من العلم لابد أن تعمل به. ولهذا من أول الخصال التي يعمل بها العالم المسلم والداعي المسلم عند دعوته وعند طلبه للعلم، ولابد أن يخلص في طلبه، لابد أن يخلص، هذا أول شيء يعمل به العالم، أول شيء. ولهذا كما قال الخطابي أبو سليمان الخطابي العالم المشهور الشافعي الذي شرح سنن أبي داود، ذكر في كتابه معالم السنن في شرح سنن أبي داود، قال كان شيوخنا يعني يستحبون أن يبدأوا مصنفاتهم بهذا الحديث. لماذا؟ أنا ممكن نبي نطلب العلم بنبدأ في طلب الحديث مثلا، وأنا لست مخلصا والعياذ بالله في هذا الطلب، نبي الشهرة، نبي أن يقال عالم كما جاء في الحديث، فنجي نفتح كتاب الحديث ونبي يعني وآمل أن أكون عالما يقبل الناس يدي ويتبعون كلامي وتوجيهاتي، وعندما آتي إلى السوق يرخصون لي الأسعار يعني فأصطدم أول حديث يقابلني إنما الأعمال بالنيات. فهذا من النصيحة من أهل العلم ومنهم شيوخ الخطاب الذين ذكر عنهم، نصيحة لطالب العلم أنك أنت أول ما تبدأ انتبه قبل ما تقرأ حديث يعني الطهارة والصلاة والفتن والملاحم والزكاة والأبواب في مصنف السنة، لا، أول حديث كما فعل البخاري رحمه الله، بدأ كتاب بدء الوحي لم يبدأ بحديث عائشة مثلا ولا حديث ابن عباس، لا، بدأ إنما الأعمال بالنية، حتى ينبهك لتصحيح نيتك في حفظ الحديث، في الحصول على الإجازات في الحديث، في تعليم الناس الحديث أو الفقه أو التفسير أو غيره. ولهذا أيضا ألف الإمام الخطيب البغدادي، أيضا هو عالم معروف ومشهور شافعي، وعنده من الكتب، من أضخم الكتب، تاريخ بغداد، نعم، كتاب نعم ضخم ومعروف، نعم، يعني ألف كتابا سماه اقتضاء العلم العمل، يعني العلم يقتضي منك، يطلب منك العلم أن تعمل، هذا معنى العنوان، اقتضاء يعني طلب، يعني لما نبي منك دين نقول جئت أقتضيك، أنت تقضيني ديني وأنا أقتضيك، أطلب منك يعني. نعم. فالاقتضاء معناه الطلب، فالعلم يطلب منك أن تعمل أيها المكلف. ولهذا أول نصيحة في هذا الكتاب نصح بها الإمام الخطابي يعني من يريد العلم، الإخلاص في طلبه. الله. لا تطلبه للشهرة. نعم. إياك. نعم. لأن من طلب العلم ليماري به ليجادل به العلماء أو يماري به يعني أو يعني يماري به السفهاء. نعم. فالنار يعني والعياذ بالله. من تعلم علما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أي يا طالب العلم، أطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك، لتتجنب المنكرات مما يضر توحيدك وعقيدتك أو ينقصها من المعاصي والكبائر والذنوب والمخالفات. تعلم أولا لتعمل في نفسك، ثم لتعمل لتعلم الآخرين، لتدعوهم إلى هذا الخير الذي من الله به عليك. ولهذا ابن القيم يذكر يعني في كلامه عن هذه الآية، نعم، والتي نحن بصدد هذا المثل، نعم، مثل الذين حملوا التوراة، قال ابن القيم قاس سبحانه وتعالى قاس من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى العلم والكتاب للإنسان لماذا؟ ليعمل به في نفسه ويعلمه غيره ويدعو إليه، طبعا ويصبر على، لأن الذي يدعو غيره سيؤذى، لابد أن يصبر. ثم خالف ذلك ولم يحمله، أي لم يعمل به،
ولم يحمله، فتجده يعني فتجده يقرأه بدون تدبر ولا تفهم ولا اتباع ولا تحكيم ولا عمل بموجبه. بماذا شبهه أو بماذا قاسه؟ قاسه بحمار يحمل على ظهره أسفارا والعياذ بالله. فهذا في في العالم من أحبار اليهود، من رهبان، من علماء اليهود والنصارى ومن علماء المسلمين. لماذا الآن نجد ظاهرة ما تسمى بعلماء السلطان؟ عالم هو من ناحية العلم بالشرع، حفظ وحفظ القرآن والسنن وصاحب حجة ولسان وفي المناظرات ربما لا يغلبه أحد، لكن يعني يؤيد الباطل. هذا له أسباب طبعا، يعني حتى نحن نكون دقيقين ولا نظلم، يعني هناك من لبس عليه يعلم الشرع لكن لم يعلم حقيقة حال هذا الملك أو هذا الحاكم أو هذا الأمير أو هذا الرئيس. كما ذكروا لنا عن بعض بلدان المسلمين، يأتي يعني الوزير أو المسؤول يأتي ويتظاهر بالتنسك والعبادة وأنه صائم اليوم لأنه يوم خميس، ويأتي يستفتي هذا العالم ليبنوا على فتواه قرارات في وزارته مثلا أو في دائرة مسؤوليته. فالشيخ يعني يظن أن يعني المسؤولون في هذه الدولة يعني تحت الشرع، ما تقوله الفتوى الشرعية يعملون، ثم يخالفون إلى يعني وإذا خلوا إلى شياطينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، ويفعلون الأفاعيل، ينكلون بأهل الحق، ينكلون بالمصلحين، يبيعون مقدسات الأمة، يوالون أعداءها على المسلمين، يعني يظلمون، يغيرون الأحكام الشرعية إلى آخره، ويكون هذا بمعزل عن هذا العالم. وقد يكون العالم صالحا في نفسه، عابدا متقيا، لكنه أتي من هذا الجانب. ولهذا يعني دائما نذكر، وهذا معروف يعني كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، أن العالم الحاكم ولا المفتي، الحاكم بمعنى القاضي هنا، ولا يتمكن الحاكم ولا المفتي من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم. خلاصة كلامي أن يفهم الشرع، يعلم النصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة، ثم فهم الواقع يعني حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات، ثم يطبق أحدهم على الآخر. فالآن تجد إنسان يعرف النصوص، يحفظها، يعرف معانيها جيدا، لكن يغيب عليه الواقع، فينزلها في غير مواضيعه، أو والعياذ بالله الأخرى وهي الأسوأ، أن يكون هذا العالم طلب العلم ليس لوجه الله سبحانه وتعالى، طلب العلم يريد مكانة، ليقال أو يريد مكانة مثلا، منصب أو مكانة أو المال، يعني أو مال أو مدح أو غير ذلك. فهذا سرعان ما يقبل بطلبات المجرمين والظلمة والمستبدون. طيب شيخنا بارك الله فيك، إذا نأخذ بعض المكالمات ثم نعود إن شاء الله تعالى. نعم أخي مروان، أسف على التأخير. مروان أو مبروك، مبروك من الوليد، تفضل. مبروك يا مبروك، تفضل. يبدو أن انقطع الاتصال. نعم دعاء من طرابلس، تفضل يا دعاء. دعاء تفضل يا دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وبياكم. الله يحييك. معلش يا شيخ، يا شيخ أنا نخدم في مدرسة خاصة بمعلمة لغة عربية. ويعني خدمتي كلها الحق بإخلاص وجد، يعني كل الوجه لله الكريم، تمام. من ناحية الدرجات، من ناحية الإعطاء، من ناحية كله. فأنا من قبل الإدارة يعني أجبر على وضع درجات وهمية جدا جدا، يعني طالب من 6 درجات أضع له 34 درجة. يعني أنا لم أقم بهذا العمل لكن يعني أجبر عليه ولا أقوم به، يعني دائما يكون بيني وبينهم مشاكل يعني على هذا الموضوع. فاليوم يعني أجبرت بكراهية أني نحط بيدي من 6 إلى 34 درجة، وما زلت ما حطيتهاش اثنين، يعني نطلق يعني نشوف الفتوى في الموضوع هذا. هل شغلتي في المدرسة هذه يعني شيء أضف له مفسدة كبيرة؟ هل شغلتي في المدرسة هذه نستمر فيه أو نسيبها ونمشي المدرسة الثانية؟ طيب حاضر، تسمع الإجابة من الشيخ يا دعاء، بارك الله فيك. في سؤال آخر ونبدأ إذا نجيب. لا. نعم المبروك، تفضل يا مبروك. السلام عليكم. أهلا أهلا مبروك. عليكم السلام. يا شيخ باسط، يا شيخ باسط خيرك، صولت علي، حول لي كرت. طيب حاضر، حول لك كرت يا تناصح، حول مبروك كرت على حسابي.
خلاص ما طلبتش من قناة الفضائح، طلبت منك انت. لا بحسابي، على حسابي ايه. سلمي كثر الله خير في مصابك. امين امين. تحية لشيخ سامي بوب. تحية للشيخ سامي. نعم الله يحييك. يحفظ ربي. الله يسلمك. شيخنا الله يرحم الله ولادك وشيخ. وشيخ سامحني شو اسمه وشيخنا، حتى نقول الله يرحم الله ولادك مانيش عارف حتى شو اسمه. أويس أويس الله يتقبله. الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يوسع عليه في قبره يا ربي. حسب الله وكيفيه الشيطان حفر الله يحفظ دعوه ان شاء الله. امين يا رب. تفضل عندك سؤال. شيخ بالله عليك. نبي نعطي نبي نصيحه لي، نصيحه للشيخ حسام ابو عزيله لي خالد مبروك ان شاء الله، لا يبارك له الله ايامه ان شاء الله. وزير الماليه الله لا يبارك له الله ايامه ان شاء الله. بالله عليك شيخنا، هم قالوا حكومه واحده اخوتنا في الشرق خذوه شهر 4 من قبل العيد، تو ينزلوهم 5 اسبوع جاي، احنا 4 ما خذيناه، شنو السبب؟ نصيحه شيخ، بالله عليك نصيحه. طيب حاضر. وشيخ سامحني في الكلمه هذه، شيخ سامحني في الكلمه هذه. نعم. بالله عليك سامحني في الكلمه هذه، احنا الحكومه، احنا المنطقه الغربيه كلنا جايين، سامحني في الكلمه هذه شيخ، ما ناخذ حكومه في المنطقه الغربيه، ناخذ ميليشيات بس. لا حول ولا قوه الا بالله. سامحني في الكلمه. طيب طيب مبروك، بارك الله فيك يا اخي، مبروك، شكرا، بارك الله فيك. لا لا تسمع الاجابه يعني. نعم، في دعاء، في سؤال اخر؟ نعم. في متصل نعم. طيب شيخنا، قبل أن ندخل في المثل الجديد إن شاء الله تعالى، الأخ الدعاء تقول أن تعمل في مدرسة خاصة وتجبر على وضع درجات هكذا، يعني تقول من 6 إلى 34 درجة، يعني فرق كبير جدا، يعني مش ناقص الطالب مثلا درجة أو 2، لكن يجبرها أنها تضع على الطالب درجات زيادة لينجحوا. مدرسة خاصة يعني، إدارة المدرسة، إدارة المدرسة. فتقول يعني ما حكم عملي هذا؟ هل يجوز هذا تزوير؟ نعمل في المدرسة نتركها؟ بارك الله فيك. والله هذا لا يجوز، يعني هذا مثل شهادة الزور، يعني هذا الطالب هو في حقيقة أمره يستحق مثلا صفر، يستحق أما صفر. ستة هذه مدام ستة هكي وخلاص في الحشام معطوها له. فلما يعني نتيجة الامتحان يكون 30 من 30 مثلا، أو 25 من 30، أو 20 من 30، هذا شهادة له بغير الحقيقة، يعني هذا يعني بمثابة شهادة الزور، هذا لا يجوز. زي ما تفضلت يعني احيانا ربما مراعاة يعني نصف درجه درجه، يعني حتى يديروا فيها زمان يعني عادي، يعني هذا يعني مما يعني تعارف على انه لا باس به. نعم يعني نعم صح. لكن مثل ذلك ارضاء لاولياء الامور، او هذا كان يبيع شهاده المدرسه الخاصه للاسف، وهذا منتشر لا نعمم طبعا، لكن هذا موجود في يكثر في المدارس الخاصه، لأن الغرض هو يعني الاستثمار المادي في التعليم، يعني للأسف للأسف. ولذلك التعليم يقاس، يعني يحتاج إلى مراقبة صحيح شديدة. فهذا يعني الأصل فيه أنه لا يجوز، يعني نعم. الضرورة لها أحكامها، لكن الأصل فيه أنه لا يجوز. بارك الله فيك شيخنا. إذا نأخذ الاتصال الآخر، نعود. معاذ تفضل. يا معاذ من بنغازي، تفضل معاذ. السلام عليكم شيخ عبد الباسط. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا أخي معاذ. الله يبارك فيك، نحييك ونحيي الشيخ سامي، بارك الله فيكم. الله يحييك أخي معاذ، أهلا وسهلا. الشيخ عبد الباسط بالله أنا عندي مشكلة هيك، يعني نحب الشيخ سامي يتطرق لها. يعني تفضل. بعض التوار، يعني بعض توار بنغازي المهجرين، نعم. لديهم بعض القضايا يعني المتعلقة، يعني سواء الجنح أو الجنائية. المشاكل هذه يعني حدثت في بنغازي يعني قبل ما هم يهجروا، فهمتني شيخو؟ فطبعا بعد تهجروا، اللي موجود في مدينه مصراتة، اللي موجود في الزيتن، اللي موجود في الخمس، اللي موجود في طرابلس، اللي في الزاويه، بعض منهم يتم ضبطهم، يعني لان هم اساميهم في المنظومه. نعم. المنظومه عليهم امر قبض، ان هم مشاكل يعني حدثت في 2011 او قبل الثوره او بعد الثوره، فهمتني شيخو؟ فالنيابة العامة شيخ ما تنظرش في أمرهم بكر، يعني أول ما يشدوه يتم ضبطه، يقول له لا لازم نديروا له إحالة لبنغازي. أعضاء النيابة الموجودين يعني في مكتب النائب العام أو بعض الوكلاء النيابة يقولوا لا، هذوما مشكلة حدثت في بنغازي، يتم إحالتهم إلى بنغازي. بنغازي يعني أنا بنغازي ما توريهاش لي، بنغازي يعني أنا كنت فيها بنغازي غادي. نعم ممكن يضروه، يعني يضروه يعني. ايوه لكن وضع بنغازي دوا ما فيش قانون غازي، صح يعني انت صح انت محسوب عليه، محسوب على جهه معينه، صح يتم ضبطك
ويحيلوك زيادة ضبطية إلى بنغازي هيك، مش معقولة يعني. القانون هو قانون، ما هوش قانون إلهي طبعا، قانون من صنع البشر. صح، فيه ثغرات قانونية. نعم نعم. طيب حاضر حاضر أخي معاذ، تسمع كلام الشيخ إن شاء الله. بارك الله فيك. حاضر بارك الله. إجداب أحمد من إجداب، تفضل يا أحمد من إجداب. يا أحمد مرحبا أخوي أحمد. لك حالك باهي. الله يبارك فيك يا أحمد. الله طيب. الله يسلمك. تفضل يا أحمد، حياك الله يا أخي. والله الله يسلمك، سلم الشيخ وبارك الله فيكم. أنتم صراحة حييتوا الأمة وحييتوا الناس وخليت عقولها من يعني مفتاحة أن في ناس من ذات أكثر الله سبحانه وتعالى وطول الحج يعني. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. أنا الشيخ عبد الباسط صراحة بيني وبينك بنتكلم عن دوة التقاعد. يعني كان الشعب الليبي 6000 يعني نصه متقاعد، وكانوا 7000 يعني 3,500,000 أظن متقاعدين. يعني تكلموا أنتم في الني، وتكلم عن العدالة، وتكلم عن حقوق الإنسان، وتكلم عن الظلم. يعني هالناس هذول كيف ما تكلم عنهم عبد البصر؟ اي نعم. كيف ناس قاعدين ياخذوا 450 جنيه؟ 450 جنيه والله تخش السوق يا عبد البصر تجيب بيه سرية وسروال والله حتى صبات الأخرى. والله ما عاد يجيبوا حاجة، والله ما عاد يجيبوا حتى حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يا عبد البصر تساوموا عليهم، توا في شايب أنا قال حقيلة صالح ولا جسنا. هذا كان يخاف الله. هل معقول هذا شخص نخليه ينهدد احنا بعد الصوابغ اللي متحمل به أمام الله وأمام الدنيا؟ ما يزال يتكلم معناه وما يزال يسامع معناه وما يزال يفعله؟ الله غالب، الله غالب. بارك الله فيك ان شاء الله. بالحق بس الناس عطوها حقها بس يعني. نعم. الثاني ياخذ 450 نصف الشعب الليبي منهم ناس على مستوى، بالك احنا ناس بسطاء؟ لا حول ولا قوه الا بالله. سمح الله يعني. الله يفتح عليك يا سيدي. وصيموا الله سبحانه وتعالى. الله يسلمك. لكن هل معقوله ما تكلموا عليهم؟ عمري ما سمعتهم تكلموا على زياده في المعلمين، صح. زياده في الانصره. يعني ما لأن هذول الناس عارفين منتم لا يدوروا مظاهرات يحرقوا الباب في الشوارع ولا بيتكلم. معقول اللي ما يتكلم زي حقي عبد الباسط؟ نعم نعم نعم، معروف لأنهم ناس كبار في السن وكذا، وأكلوا ثمرة شبابهم وتركوهم يعني. بارك الله فيك. يعني يعني فيك خادم 40 والله يا عبد الباسط. أنا اللي كان فيك خادم في المملكة وخادم في حكومة القذافي والذخير والبشار عدى على حالته، احنا ما تكلموا عليه. نعم. وجت الفنزورة هذه بتاعة فبراير وهالدنيا اللي هو لها الوقت تعال احنا وياها. نعم. يعني 35 سنة عمل نقعد نطوفر عمل هزايز والصبايا اللي الرئيس مجلس الوزراء أول ما تكلم قال الصبايا المطلقات هذين عطوهم 600 جنيه، أنت تقول لي تتجوز في الليل في الصبح تطلق تاخذ 400 اعتمد البيبة. طيب يا اخي بارك الله فيك يا حاج احمد. حاضر نتكلم مع الشيخ الموضوع هذا، واسال الله المستعان. طيب اخي عبد السلام من مصراته، تفضل عبد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ عبد السلام. شيخ سلام. اهلا اهلا عبد السلام، مرحبتين بك يا مرحبا. شيخ انا نفس الموضوع، هو موضوع يتعلق بالعسكريه. بالعسكريه؟ تو نحن تو من ناحية العسكريه عاد من اجل دحر عدو اكبر، توصيل تعاون مع العدو هذا، لكن حكم الشرع شنو؟ يعني خليه من الاخر ذلك الان لو وصلنا مرحله نتفقكم مع حفظ الاتفاقنا على الروس، شنو حكم الشرع؟ انا راه ما سمعتكش شويه، شنو بالضبط؟ عاود لي. قلت لك الان شنو حكم الشرع؟ تسمع فيها شيخ؟ اي حكم الشرع في ماذا؟ في ناحيه اني نتحالف مع عدو لدحر عدو اكبر. يعني خلينا نقول كيف حفتر توا ونحن بيشتبحوا الفاغنر والروس، هل يجوز لنا رغم أننا من ناحية عسكرية يعني قد يكون الأمر واجب حتمي عسكريا نتفق معاه ونتحالف معاه ونتعاون معاه من أجل ردع عدو أكبر، لكن بحكم الشرع فيها شيء. طيب طيب حاضر تسمع. بارك الله فيك شيخ، شكرا. شيخنا بارك الله فيك، المبروك يعني يتكلم عن حقوقه الحاج كذلك أحمد من جدابية، يتكلم على موضوع التقاعد وبعض الرواتب التي تتأخر أو المكافآت. المبروك يخدم في الأوقاف، هو تتأخر يقول شهر 4 منزل شوي، هم متى في شهر 6 في حين أن الشرق نزلت لهم خدوا 4 و5. والحاج أحمد من جدابية رجل متقاعد يقول خدمت في أيام الملك وأيام القذافي وفبراير وكذا، وقال ناخده في 400 دينار، ما تكفي حتى حاجة.
بس هو شكوى مساكين يا شيخنا، لعلك تقول كلمة خير. هذه المظالم كثيرة، وأنا يعني سأذكر أيضا أهل الجنوب. نعم، لأن وصل إلى دار الإفتاء يعني شكاوى أو تظلمات أو مطالب، خلينا نقوله يعني نحن نريد من الدولة الليبية ومن الحكومة الحالية أن تلتفت إلى هؤلاء المساكين الضعفاء اللي الآن بالله عليك 400 دينار ماذا ستفعل لأسرة وقد يكون فيها أحيانا 6-8 يعني أولاد؟ أي والله لا تفعل شيء يعني، ويعني لابد أن يكون حل يعني. أنا الآن لا أستطيع أن أقول ما هو الحل التفصيلي الآن في هذا الموطن، لكن لا يعدمون حلولا في بلد غني مثل ليبيا يعني. نعم، نحن نرى أموال المال العام يهدر في يعني ولا يعرف إلى أين ذهب يعني. بالضبط، ينهب بالضبط. نعم يعني نعم. ويصرف على أشياء ليست حتى لا تسمى حتى تحسينية يعني من بالميزان الشرعي، أشياء حتى هي أصلاً غير مطلوبة أو مخالفة يعني، حفلات واحتفالات يصرف عليها يعني ملايين يعني، والناس جياع الحقيقة. هذا يعني نتمنى من المسؤولين أن يلتفتوا إلى هؤلاء المساكين، لأن المسؤول كما يقول العلماء لم يتولى أو لم يولى ليكون آكلاً شارباً مستريحاً يعني حاجيات الناس وضروريات الناس. نعم، هذا يعني سيتعلقون برقبة المسؤول يعني. والله شيخ الآن سعر متفاجئ، وخاصة أهل الجنوب. نعم، خاصة نعم، أهل الجنوب. نعم، مهضوم حقهم يعني، حتى الغلاء الفاحش اللي موجود في مناطق الجنوب يعني لا يجعل ربما من إما أن تسعر السلع وإما أن يزاد لهم في رواتبهم أو في علاوة العائلة أو غيرها يعني. نعم، حتى يكونوا يعني يعني معيشتهم المستوى المعيشي على الأقل متقارب مع المناطق الأخرى يعني. الله يفرج عنهم. شيخنا نستقبل المكالمات. نعم، الأخ محمد من بريطانيا، تفضل محمد. تفضل أخي محمد من بريطانيا. فصل، آسف جدا، يبدو أنه على الفايبر. محمد لو عاد مرة أخرى أهلا وسهلا بي محمد. نعم، محمد من طرابلس، تفضل محمد من طرابلس. آخر اتصال إن شاء الله تعالى. نعم، لأن الوقت ضاق خلاص. نعم محمد، تفضل من طرابلس، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ طيب إن شاء الله أخونا، بارك الله فيكم، ربي يعاونكم إن شاء الله، ربي يحفظكم. اللهم أمين، بارك الله فيك يا محمد. والله اللي بنسأل أمس اللي في الفيس اللي طالعين البنت السكينة، صراحة الموقف هذا يا شيخ، أنا شنو الفتوى يا شيخ؟ الناس اللي ساكتين على البار اللي يديروا فيه في بنغازي ما تكلموش على نسائهم، معقولة للضابط عادي توصل بينا أن فتاة يشدها ويبدأ حلقوا فيها وما فيش من يتكلم عليها حتى في المنطقة الشرقية؟ الحق يعني الصراحة إحنا والله متأسفين جد، والله يعني الحق يعني واحد كنا واحدة من خواتنا، هذو خواتنا كيف يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يعني يسدينا ويحلقوا فيها، معقول إحنا الإسلام توصل للدرجة هذه يا شيخ؟ ما يعني حد يتكلم على إحنا قد إخوان سدينا ديسك إخوان، إحنا وين وين اللي تديروا فيه؟ اللي يديروا فيه في المنطقة الشرقية تلا فيه إخوان كفر بعين يديروا فيه. الله واللي يديروا في الكفر يا شيخ، جميع المبهات شدينا ديسكة الإخوان، أي واحد يتكلم عن الحق يقول إخوان. الله المستعان، معقولة هذه؟ مش معقولة. الله فيك. هم يدوس على الأنفار منكم في ليبيا إخوان، داروا اللي طرابلس كلها إخوان، مصرات دار إخوان، شادين إخوان، هم يديروا في اللي يديروا. وتو يا شيخ أنا عندي نقطة ثانية، تو الناس اللي شادين الكنيات، هذه الكنيات كان هو جيش صح زي ما يحكي، مع عمره ان واحد جيش ويبني نظام شادين لناس مجرمين ما ريناهمش حساس زي يحاكموا فيهم، والناس اللي يسبحوا فيهم يلوحوا فيهم احياء فسط المقابر، مش معقوله. وين الجيش؟ كيف الجيش مش انت زي انت بالفرابل كثرتوا على أساس إنكم تبوا نظام؟ نعم، وينكم حسب؟ بارك الله فيك يا أخي محمد، شكرا. ربي والله بارك الله فيك. الله المستعان، الله أمين. شكرا يا أخي محمد، إن شاء الله. بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شيخنا معاذ بن غازي يقول بعض ثوار بن غازي المهجرين كانت عندهم مشاكل جنائية ويقول جنح وكذا قبل ما يهجروا يعني، هم مرتكبين هاي أي يعني قبل ذلك، بعضهم الآن في مصرات، بعض في طرابلس، وبعضهم في الخمس، في زليط، في كل مكان يعني. النيابة في النيابة والنيابة العامة والنائب العام وكذا يقول لابد نسلمهم لبني غازي لأن عملوا جريمة هناك، لازم وهم يبدو أنهم شاركوا في ثورة وكذا ومخالفين
متخالفين مع حفتر يعني وقفوا ضده. يعني يقول هل يعني ما الحل في هذه المسألة؟ يعني كيف يسلم هؤلاء لحفتر؟ ومعلوم يقول ليس هناك عدل، ليس هناك عدل، يا ريت في إقامة عدل أو قضاء عادل ممكن يحاكمهم. يعني لماذا لا يوجد قضاء في المناطق التي هي في يعني بمنأى عن سيطرة الحركة الإنقلابية؟ هذا النيابة العامة موجودة يعني في مصراتة، موجودة في طرابلس، موجودة في المناطق الغربية، موجود القضاء. نعم. موجود يعني. نعم. بغض النظر هم يعني اتهموا بارتكاب جرائم ارتكبوها حقيقة أو لم يرتكبوها، هذا القضاء يفصل فيه يعني. نعم. نعم. لكن لا ينبغي أن هذا المطلب غير منطقي وغير معقول، يعني تسلمهم لعدوهم يعني. هو القاضي لا يجوز، القاضي العدل المستقيم العالم العامل لا يجوز له أن يحكم على خصمه. لو في يعني القاضي لو في عداوة بينه وبين شخص وجاء ما يقدرش يفصل في القضية شرعا. نعم. ما يقدرش. نعم. لا يحكم لصديقه إلا في حالات معينة ضيقة ولا في حفتر، أو لا يحكم على عدوه. الآن القاضي اللي مع حفتر طوعا أو كرها، المهم هو مع حفتر. نعم. ممكن مكره. إيه؟ يعني ممكن يقطع رأسه في إذا هو في المكان اللي يحكم، بيحكم على عدو الإنقلابيين. يعني شو تتوقع بيكون الحكم سواء كان بالطوع أو بالإكراه يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا. طيب شيخنا الأخ عبد السلام نصراته يقول يعني حكم الشرع في التحالف مع عدو لدحر عدو أكبر أو أكثر يعني. إيه هذا يعني تدخل في مسألة الاستعانة بالكفار، يعني جمهور الفقهاء يجيزونها بشروط يعني. نعم. شروط يعني لتقليل مفسدتها أو إعدام المفسدة، إزالة المفسدة بالكامل يعني. أن يكون كما في السؤال العدو الآخر أشد ضررا، يعني أنت تستعين بالعدو الأصغر على العدو الأكبر. نعم. وأن يكون الهدف الغاية من هذه المعركة مثلا إقامة العدل، إقامة العدل، مش مسح المدن من على الخريطة. الله المستعان. ويقول لي لا أنا يجوز يعني أنت على شنو بتستعين بالكافر؟ نعم. هذا حتى اللي يقولوا ما والنيتو ثورة 17 فبراير استعانت به على شنو؟ على سفك الدماء البريئة، والله على منع القذافي من مسح بنغازي من على الخريطة مثلا. هذا هو الهدف. نعم. الهدف من الاستعانة. نعم. شنو هو بالضبط. تقليل الظلم ولا سفك الدماء. لا حول ولا قوة. والاعتداء على الأعراض زي ما نشوفه الآن في الفيديوهات اللي تظهر يعني. ايه. او توقع ايه. يبدو أن في شريط منتشر في الفيس بنت يحلقوا فيها في بني غازي. ايه. لا حول ولا قوة. وين اللي يدعوا مراعاة حقوق الإنسان؟ وين المجتمع الدولي؟ وين الكلام وين احترام المرأة؟ واحترام المرأة. ايه. اللي طالبوا بتمكين المرأة الآن ليش ما يتكلموا على الضحية؟ ما يتكلموش بغض النظر عن جرمها. ايه. بغض النظر عن جرمها. احنا ما نعرفوش شنو هي المرأة. أنت يعني مش لها أسرة ولها أب ولها أقارب ولها يعني عائلة وربما قبيلة. وهل جزاء هذا حلق الشعر؟ هل هذا يجوز للمرأة يعني تحلق شعرها بهذه يعني؟ الرجل ممكن الرجل يعاقب بحلق الشعر إذا ارتكب يعني ما يوجب التعزير. ومن اللي حلقها يعني؟ هل هو القضاء حكم لها بذلك أم هم هؤلاء أخرجوا الناس من القبور؟ يعني هذه الله المستعان. شيخنا بارك الله فيك، حفظك الله تعالى، انتهى الوقت، جزاكم الله خير ويعني متعك الله بالصحة والعافية ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. إخوة الأخوات، ختاما جئنا الحلقة إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله. إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.